السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ اللي طلع امبارح وقعد يتكلم على مصر ويشتم في مصر والكلام ده، حب أقول له عايز أوصل لك رسالة، عايز أقول لك احترم نفسك، إن ده كده عيب. أنت بتتكلم يعني أنت مش عارف أنت بتقول إيه أصلا، وبصراحة كده ما يعني الحاجة دي ما عادش تسكت عليها يعني أبدا والله. أنت كل شوية تطلع فيديو وتطلع تتكلم وتشتم في مصر وتشتم في الشعب وتشتم في لا، ليك حد تقف عنده لو سمحت. انا مش عايز اغلط فيك ومش عايز يعني اقول كلام مش كويس ومش مش لايق يعني، انت يعني انت طالع بتتكلم بناء على ايه؟ بلدك؟ اوكي بلدك، بس ده حقنا، المية ده حقنا. انت بتقول المية بتاعتك، والمية ده حقنا يا حبيبي فوق. يعني انت عايز تعمل السد وبدون ما تاخد رأي دول الجوار وتنتشر كده في بمزاجك؟ لا، المية لو هنوصل لأمر اللي هو العطش ومفيش مية بقى في البيوت والكلام ده، لا ده انت حطيت رجلك على لغم. انت دلوقتي حطيت رجلك على لغم. فكر 100,000 مرة قبل ما تحاول تمس حقوق مصر في المية. حاول تفكر 100,000 مرة قبل ما تحط رجلك أو ما تدوس بوزن جسمك على اللغم، هيضيعك وضيع اللي حواليك. احذر مصر، مش كل شوية تطلع تتكلم وتقول ولاد مش عارف مين ولاد مش عارف مين ولاد. لا، احترم نفسك يا سيد، احترم نفسك، لان ده يعني اولا انت مش متربي اساسا، انت مش متربي. تمام، انت مش متربي. وكمان بتطلع طالع يعني تشتم بكل جراءة وبكل كبرياء في شعب، الشعب اللي انت بتشتمه ده يا ابني، انت مش عارف يعني ايه مصر، انت مش عارف يعني ايه الشعب المصري، انت ما تعرفش يعني ايه يا جربوع. يا جربوع دي مصر، دي تاج فوق راسك، تاج فوق راسك. معلش انا اسف انك حبشي، انت حبشي ودي من قديم الازل. لما رحتوا تهدوا الكعبة والكلام ده معروف، معروف انتوا لا بتحبوا المسلمين ولا بتحبوا اي حد، ما بتحبوش الا نفسكم بس. مصلحة ثم المصلحة ثم المصلحة، بس مصلحتك مش على حساب ميتي ومش على حساب كوني انسان. لا، احنا مو حيوانات، احنا عندنا حق،
احنا لينا حق في المية دي زي ما انت ليك حق، احنا دول مصب وانت دولة منبع. ربنا ما اعطتش الحق انك تتصرف زي ما انت عايز. اذا كنت انت فاكر ان انت ماسك الفتيلة بتاعت المية والملء والمش، لا انسى يا حمادة الكلام اللي انت بتقوله ده والتهديدات اللي انت بتطلع تقولها دي في الهواء. مش كل واحد بقى يطلع يتكلم عن مصر ويشتم في مصر، اثيوبي ولا سوداني ولا اي حد. يعني مصر عامله فيكوا ايه؟ ها مصر عامله فيكوا ايه؟ ولا شعب مصر عامل فيكوا ايه؟ اولا انت لو نزلت مصر يعني تقدر تعيش فيها، انت تقدر تعيش في مصر. تقدر تعيش في مصر فما ينفعش انك تشتم اسيادك يا ابني. مصر المصريين دول اسيادك يا ابني وتاج فوق راسك، هتشتمهم وتغلط فيهم وتاكل بالجزمة فوق دماغ اهلك. هتاكل بالجزمة فوق دماغ اهلك. احترم نفسك. انا كل يوم اقف اصطبح بوش اللي خلي فوق على النت وانت بتشتم في مصر. لا بقى لا مش هسكت لك، والله ما هسكت لك قسما بالله. كل يوم كلام قصاد كلام. انا عامه ما بشتمش، ما بحبش اغلط كتير يعني، لان انا الدين علمني اني ما اغلطش في حد. بس انت يعني لا عندك دين ولا اسلام ولا عندك اي حاجه، يعني اللي عندك بس شويه وسخه في لسانك وعايز تطلعهم. تطلعهم على مين؟ تطلعهم على اسيادك اللي هم شعب، اسم، دي دولة. مصر دي دولة يا حيوان يا حمار. مصر دي دولة كبيرة واسم وشعب، محدش قدر على مصر على مرار سنين طويلة، محدش قدر عليها إذا كان إنجليز ولا طليان ولا أنتوا. يعني أنا ما أعرفش أثيوبيا ليه صحينا الصبح سمعنا عن أثيوبيا دي. أنا نمت وصحيت لقيت أثيوبيا ليه طالعة على موجودة. يقول لك أصل ملكة سبأ كانت عندنا. إحنا مالنا ومال ملكة سبأ ومالها؟ أنت دلوقتي بتتكلم في قضية ولا بتتكلم في ملكة سبأ؟ أنت بتتكلم في قضية صح؟ بتتكلم ما تسبش. ومش تجيب لي جردل ميه بقى وتقعد تصب لي تقول لي لا اثيوبيا، لا مش عارف مصر، لا السودان. السودان حبايبنا. السودان اولا السودان دول الناس بتفهم، ناس بتفهم وبتقدر وناس كريمه، مش زيك حيوان جربوع ما بتفهمش اي حاجه. انت ما بتفهمش اي حاجه عشان تطلع تقول كلام زي ده. مش هسكت لك، انا مش هسكت لك. طول ما هتطلع فيديوهات او هتنزل فيديوهات هنزل 20 فيديو قصادها.